السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء الأعزاء أعضاء جروب قضايا المرأة والأسرة، أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة وصحة. اسمحوا لي في البداية أتوجه لكم بكل الاعتذار عن عدم مشاركتي أو عدم وجود الحلقة الأسبوع اللي فات، وده كان نتيجة لظروف، اسمحوا لي وإقبال اعتذاري. واسمحوا لي كمان أتقدم لكم بكل التحية والتقدير والإجلال لكل الزملاء والزميلات، وطبعا للداعم الأساسي والرئيسي لهذا الجروب ولكل أنشطة شبكة إعلام المرأة العربية دكتور معتز صلاح الدين. ربنا يا رب يمتعكم كلكم بكل صحة وعافية وسعادة. هنستكمل بقى كلامنا النهاردة من حكايتنا، حكايات زمان. بداية لما جه لمصر أخوة سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف نبي الله، وجوم عشان يدخلوا لمصر للتجارة، انبهروا. ليه انبهروا؟ انبهروا لما وصلوا عند حدود الدولة المصرية الفرعونية، لقوا إن بيقف على حدود هذه الدولة حراس بيحمونها، وكمان انبهروا بالنظام اللي بتتمتع به هذه البلد لدخول الأفراد إليها. لقوا إن فيه لازم تصاريح وجوازات للمرور عشان يدخلوا البلد. انبهروا أكتر بإن لقوا إن هذا البلد المنظم لا يدخل أحد إلا وله إلا وسجل له تاريخ الدخول وسبب الزيارة ووجهة الزائر كمان. طبعا أخوة سيدنا يوسف انبهروا بهذا النظام وبهذا التنظيم الذي تتمتع به دولة مصر في ذلك الوقت. لو احنا بصينا هنلاقي ده بالنسبة لنا مش حاجة غريبة، مش غريب على مصر اللي هي طول عمرها بتحط أسس ودواعم كل صحيح وكل منظم في حياة البشرية. لو احنا بقى اتكلمنا عن الحياة الإدارية في مصر القديمة، مصر الفرعونية، هنتعجب ازاي ان دولة مصر في ذلك الوقت، في الوقت اللي كانت بتعيش في دول في الظلام زي ما بنقوله، كان لدولة مصر هيكل تنظيمي وإداري رائع. فأرض كامت، الأرض السوداء، بلدنا الحبيبة مصر أم الدنيا، عرفت إزاي يكون ليها كيان إداري. هذا الكيان كان بيبدأ من الوزير اللي هو المشرف على جميع الإدارات والهيئات من العاصمة عشان يكون قريب من الملك. طبعا كان على رأس هذا النظام الإداري طبعا الفرعون، لكن احنا بقى بنتكلم عن بداية من الوزراء اللي كانوا بيتولوا زي ما بنقول الوزارات في الوقت ده. لو احنا بصينا هنلاقي ان مصر القديمة قسمت فيها الإدارات والمصالح الحكومية لإدارة مركزية. الإدارة المركزية دي عرفت باسم برنيسوت، وكانت الإدارة دي بتشمل 4 إدارات، يعني كان في إدارة أساسية وأربع إدارات تانية اللي هي إدارة الوثائق الحكومية، ودي كانوا بيسموها بر عا، وكان مديرها بيلقب باللغة الهيروغليفية أمن را شي نسو. وكان كمان في إدارة النسخ والمحفوظات، وكان اسمها برضو باللغة الفرعونية أو الهيروغليفية طبعا سش عا، وكان مديرها بيلقب بأمن. Created with free version for non-commercial use. كان كمان في إدارة الأختام والسجلات، ودي كان اسمها باللغة الفرعونية بر خر ختم أو ختم، اللي احنا لحد النهاردة احنا بنستخدم الأختام. يعني هقول لكم ايه الأختام دي، من أيام الفراعنة. وكان كمان في الإدارة الرابعة اللي هي إدارة الضرائب والتوزيع، وده كان مديرينها كانوا بيبقوا من أعضاء المجلس التشريعي الملكيين لأهمية هذه الإدارة. لو احنا بصينا لإدارة الضرائب والتوزيع دي كانت مقسمة لإدارتين منفصلتين، كانت إدارة
منهم بتتولى جباية الأموال المستحقة على المدن، ودي كان بيسموها خت، وإدارة جمع ما يستحق على الفلاح، ودي كانوا بيسموها مرت. مش قادرة أقول لكم إن أنتوا هتنبهروا لما Created with free هتعرفوا version for إن non-commercial إدارة use. الحقول دي كان ليها مدير بيلقب بمدير كتاب الحقول، وبعد كده تحت إدارته، لو انتوا بقى بصيتوا هتلاقوا ان زي ايه مثلا وزير الزراعة، وبعدين مديريات الزراعة، وتحت مديريات الزراعة مش عارفة ايه، يعني نظام يمكن احنا ماشيين عليه لحد دلوقتي. المهم يعني نرجع لموضوعنا، ان كان زي ما قلنا في مدير إدارة الحقول كان بيلقب زي ما قلنا مدير كتاب الحقول، وتحت إدارته كان في مديره الضياع في الوجهين القبلي والبحري، وكل ضيعة من الضياع دي كان بيبقى تحتها أو تحت ولايتها إدارة بتاع إدارة للزراعة. المدهش كمان إن كان في مصلحة للمالية، كان في مصلحة اسمها مصلحة المالية. انتوا متخيلين من ايام Created with free الفراعنه، version من for 3000 non-commercial سنه، use. من 4000 سنه، كان في مصلحه اسمها مصلحه الماليه، ودي برضو كانت مقسمه لاربع اقسام. كانت الاقسام دي هي بيت الذهب، او زي ما بيسموه بالهيروغليفيه بير نوب، واداره الغلال، ودي كانوا بيسموها نيسوتي، واداره التموين، وكانوا بيسموها است جفا، وإدارة الجمارك والتجارة الخارجية وحسابات الخزينة. انتم متخيلين كم التخصص في كل إدارة وفي كل وزارة زي ما بيقولوا. بالإضافة لده كله كمان كان في كمان مدير القيودات الملكية، كمان كان في القضاء، كان موجود. مصر طول عمرها بلد قانون وقضاء وعدل وحكمة. القضاء كان الوزير هو أكبر القضاة، Created وكان with free version بيلقب for non-commercial use. بلقب سايتي ساب فاتي، وبتعني الوزير كبير القضاة. وزير القضاء كبير القضاة ده كان كمان بيترأس الساحات الستة الكبرى، أو الساحات الست الكبرى، ودي اللي بيتعادل دلوقتي عندنا في زماننا احنا محاكم الاستئناف في الوقت الحاضر. المعادل كمان كان بيتم استخدامها لخدمة الأعمال القضائية، إما بإيداع الشكاوى على أبواب المعبد، أو تنظيم المحاكم داخل المعبد. مصر القديمة الفرعونية المبهرين عرفوا الشرطة، وعرفوا كمان رئيس الشرطة، وبرضو كان رئيس الشرطة يبقى هو الوزير اللي هو زي وزير الداخلية دلوقتي عندنا. مهام الشرطة كانت حراسة الملك Created with free version وحراسة for non-commercial الجبانات، use. توفير الأمن والأمان للمواطن، جباية الضرائب، وجمع المجندين، ومرافقة بعثات المهاجر. كانوا بيسموا رجال الشرطة في وقت من الأوقات كانت بتسمى الماجيو أو المازوري، وده اللقب اللي أطلق على رجال الشرطة في الوقت ده. كمان الشرطة عرفت الشرطة المحلية، الشرطة المحلية ودي كان منوط بيها حفظ الأمن والنظام في المدن، وعرفت كمان الشرطة الخاصة، ودي كان منوط بيها تحري مدى ولاء كبار الموظفين للحكومة. تخيلوا إن مصر القديمة من 7000 سنة كان في الشرطة النهرية، ودي كانت بتقوم بدوريات تفتيشية بتجوب نهر النيل. بالإضافة لكده كمان كان في شرطة المعابد اللي كانت بتتعلق بالنظام داخل المعبد والأمن بالمنطقة المحيطة بيها، بالإضافة كمان لشرطة الحرس الملكي، ودي الشرطة اللي كانت بترافق الملك عند خروجه لأداء المهام الرسمية أو الشعائر الدينية. ده طبعا بالإضافة إلى الجيش المصري اللي
كان جيش منظم وجيش على درجة عالية جدا من التجهيزات، وده طبعا احنا افردنا له حلقة كاملة اتكلمنا فيها عن الجيش المصري. يعني كده باختصار ان مصر عرفت ازاي تنظم حياة المواطنين جواها وتحدد العلاقة بين المواطن وبين المسؤول. يعني مصر عرفت ازاي تنظم الحياة الإدارية وازاي يبقى لها هيكل إداري وتنظيمي تعيش بيه، تقرب بيه ما بين المواطن وبين المسؤولين. عرفت ازاي تحط قواعد وأساس للحياة الإدارية المنظمة اللي احنا لحد النهاردة يمكن بنستفيد منها وبنتعامل بيها. مصر، مش قادرة اقول حاجة غير ان دي مصر. مصر اللي هي حطت كل أساس وحطت كل أصول للحياة المنظمة في كل المجالات على فكرة، سواء كان تنظيم إداري، تنظيم معماري، تنظيم وكان صحة، كان طب، كان فلك، كان مصر طول عمرها دولة متحضرة وشعبها طول عمره شعب متحضر. حتى لو الظروف شوية عكست الشعب ده، لكن في النهاية بيفضل الأصل بتاعه والجوهر الجيد بتاعه هو اللي موجود. دي كانت حلقة النهاردة عن Created with free version for non-commercial use. الجميلة، بلدي وبلد كل العظماء وبلد الفراعنة اللي حطوا أصول الحضارة للبشرية كلها. دي حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي نشوف موضوع جديد ويبقى لنا لقاء جديد. أسيبكم في رعاية الله.